السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله، أهلا وسهلا بكم في قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا. حياكم الله من القلب إلى القلب. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، وإن شاء الله يعجبك الفيديو. أنا أحمد البكري، دائما أتكلم عن كندا، دائما أبحث لكم عن الطرق السهلة والبسيطة للوصول إلى كندا. ابحث عن وظائف المستقبل في كندا، شوف هاي الوظائف من أسهل الوظائف اللي راح تشوفها، في التنظيف، في الزراعة، في التعليم، في عمال مصانع. هذا الموقع جميل جدا، موقع حكومي حقيقي ضمان في كندا. وأنا دائما أشوفكم منين أجيب المواقع، ودائما أقول لكم أنا أدخل على المواقع الحكومية الكندية وأستخرج منها هذه الوظائف. شوف اليوم رح نتكلم عن هذا الموقع الحقيقي، شوف وظائف، شوف به الكود، يعني النوك، يعني النوك الوظيفي الموجود. شوف هنا باعوا انت، شوف النوك مالته، احنا كل وظائف بها النوك، يعني هذه وظائف الى جماعة خارج كندا، يعني يجيبوهم من خارج كندا الى داخل كندا. احنا شنو، انا وظيفتي شنو عندي؟ ابحث لكم عن وظائف سهلة بسيطة تقدر تقدم عليها. ما تطلب منك سيرة ذاتية، ما تطلب منك شهادة علمية، ما تطلب منك حساب بنكي، ما تطلب منك موهبة. تريد أعمال، تريد ناس تشتغل، تريد ناس تحب الشغل. هاي وظيفتي إلكم، وإن شاء الله تستفادوا منها يا رب. شوف هاي الوظائف هنا، شوف هنا شهادة عدم ممانعة، شوف النوك مالتها لسائقي الشاحنات. شوف هاي النوك وظائف مشروب، مشرفون خدمات الطعام، مش عمال الدعم المنزل ومقدمين الرعاية والمهن ذات الصلة. النوك مالتها 44101. شوف انت تبحث عن الوظيفة اللي تريدها، اللي تحبها، اللي سهلة، اللي ما تطلب متطلبات هواية، اللي هي على قدك، يعني هي تقاس عليك، احنا نقولها باللغة العربية. فأنا اليوم جبت لكم عدة وظائف، طبعا ما اقدر ابحث لكم عن كل الوظائف، انا ابحث لكم عن كم وظيفة، اعلمكم او اشوفكم شلون تقدمون على الوظيفة، وانتوا ان شاء الله ادخلوا الموقع وقدم على كل الوظائف. انا اذا اقول لك قدم على كل الوظائف. المهم هسه ندخل على اول وظيفة. شوف النوك مالتها 65311، وفعلا هاي خمس ارقام النوك. منظفات، متخصصون ووظائف. شنو هي؟ يقول لك مو مسمى الوظيفي باستخدام المعدات وتقنيات متخصصة تنظيف وتجديد المباني والسجاد والمداخل ومعدات صناعية وأجهزة وأنظمة تهوية ونوافذ وأسطح. يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح بما ذلك الحمامات والمطابخ والمكاتب والقاعات والمؤتمرات، استخدام آلات تنظيف لتنظيف السجاد والموكيت والأثاث، وهكذا وهكذا. في مقاطعة سكشوان الدولة كندا، شوف الراتب من 15 دولار إلى 23 دولار في الساعة، يعني يقول لك خبرة عمل يريد من سنة إلى 3 سنوات. فهي تنظيف يا أخي العزيز، تنظيف، يعني ما تحتاج إلى خبرة عمل. شوف يقول لك هنا شهادة ثانوية أو مايو، يعني إذا كنت بمعهد هم يقبلوك. خبرة مثبتة في دور ممثل، قدرة على استخدام مجموعة من المنتجات، قدرة على الوقوف، قدرة على التنظيم، قدرة على إكمال المهام في وقت محدد. ما طالب منك شهادة لغة، هي هاي المهمة وهاي الصعبة بالعقبة، انه انت ما طالب منك شهادة لغة. وقت دوام كامل يوم صباحي الساعة 40 دولار، الراتب من 15 الى 23 دولار. هسه واحد يجي يشوف هنا يقول لك تنظيف سيارات، حافلات، عربات ترام، عربات سكة حديد، عربات مترو انفاق، حتى سيارات، يعني جدا بسيطة وبيها النوك. نروح الوظيفة الثانية، طبعا هاي الوظائف كلها موجودة هنا،
انت انا اختار لكم كم وظيفة حتى تقد شوفكم شلون التقديم شنو هي الوظائف، بس انت تختار الوظيفة اللي تكون على مقاسك. مثلا اكو طلاب، مثلا اكو مدرسين، مثلا اكو مهندسين، مثلا اكو اطباء، فانتوا هذول كلكم انتوا تقدمون، كل واحد يقدم على مقاسه، ولا تقدم في مكان واحد، قدم على عدة. شوف هنا أنا مصفف شعر وحلاق تحت الطلب، هاي ما شفتها أنا والله، هسه لا طب لها. خلينا نشوف شو يريد هنا. شوف هنا يريد دبلوم مدرسة ثانوية، درجة زمالة في التجميل، يعني هذا عنده معهد، أنا ما أعرفه، هاي عنده معهد التجميل، رخصة حلاقة، هاي أنا ما أعرفه، هاي كلها موجودة. يعني أنت تبحث حتى تجد ما هو اللي يفيدك. شوف هنا شهادة عدم ممانعة لعمال الحصاد 85101، يعني النوك مالتها 85101 لعمال الحصاد تحت الطلب التقدم لفرصة مستقبلية. شوف خبرة عمال حصاد يقول لك من سنة إلى 3 سنوات، صناعة الزراعة 30 دولار من 22. شوف هاي بألبيرتا، مقاطعة ألبيرتا كندا، ماكو ما يطلب شيء، يعني حتى شهادة ثانوية أنا ما طالب. التنفيذ عمل يدوي، تجري صيانة، عمل مع آلات، إصلاح مركبات، يجب إدارة عمليات، إشراف على العمل، إنشاء استراتيجيات، التواصل مع العملاء، خبرة سابقة في المجال، فهم ممارسات الزراعية، قدرة على العمل لساعات طويلة، قدرة تواصل ممتاز، لياقة تنسيق. ما طالب منك لغة، ما طالب، مش يقول لك حدة لازم اظهار حدة البصر عالية، لازم عندك عيون تقصف، ها هي كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. ما طالب منك لا شهادة لا ثانوية لا علم، كل شيء ما طالب، بس يبوس ايدك انه تقدم. يا اخي قدم. شوف خل نروح على الثالثة هنا، هذا النوك مالتهم 8431 عمال مزارع عامة في طلب، زراعة وتزميد اطعام ورعاية ماشية وكذا وكذا وكذا. شوف يقول لك هنا خبرة سابقة في مجال، معرفة افضل ممارسات الزراعة، القدرة على العمل لساعات طويلة، مهارات تواصل، يجب ان تكون لائق بدنيا، تنسيق بين العين واليد. هاي اقول لك من 0 إلى 1 سنة خبرة، يعني كل شيء ماكو. اخي العزيز هاي اسمها الزراعة، انا افتح لي على اليوتيوب اقراها، هو على اليوتيوب اشوفها وافهمها، وهاي ويصير عندي خبرة زراعية. ترى هي ما تحتاج، خنشوف الوراها منظف ومتخصص ومواظف. شوف هذا هم تنظيف، تنظيف مباني سجاد، هم نفس الشيء، هم هاي تنظيف، هاي شرحنا عنها مهمينة، هم حاطين النوك 65311. هنا شنو عمال دعم منزل ومقدمين الرعاية ومهن وذات وظائف 44101. تحمل مسؤولية كاملة، اغسل ملابس، مطلوب واجب التدبير، اعداد وتقديم، تنظيف يشمل تنظيف، تنظيف ينبغي، تنظيف جمع قمم، مساعد الضيوف، حفاظ مخزون، تنظيف، قدرة كلها، قدرة على ادارة، قدرة بشكل، قدرة على رفع اعتناء، دبلوم. هنا ها شوف بالاخير كاتبي لك دبلوم من مدرسة ثانوي، ما كاتبي لك بالبداية، اذا عندك هم ما يخالف، قدرة الحفاظ، عامل متفاني، شروط دوام كامل من 3 إلى 5 سنوات، 19 دولار إلى 25 دولار في الساعة، هم بسكشوان يعني هنا 25 دولار في الساعة، يعني ما طالب منك لا شهادة ثانوية، العفو طالبها بالأخير، بس ما طالب منك لغة، ما طالب منك شهادة علمية أو تخصص، أو أنت ما خد دورة، كل شيء ما طالب منك. إذا عندك حاطها بالأخير آخر، شو ما قبل الأخير، ما حاطها بالأول، المهم هم يبحثون يبحثون. هسه تجي أنا شلون أقدم مثلا على التقديم على هذا، أقول أنا مهتم، أضغط عليها، قم بتحميل السيرة الذاتية في ثواني، هاي سيرتك الذاتية تحملها وسهلة. الاسم أول شيء، أنت سيد، أنت سيد، أنا سيد، أنا سيد، اسمك
الأول اسم الأخير، شوف كلها بالعربي عليها نجمة، هاي لازم تكتبها ضروري، البريدك الإلكتروني، رقم جوال تليفونك. شوف هنا يقول لك العنوان، معلومات العنوان، اسم الشارع، بريدك، المدينة، المقاطعة أو المدينة اللي أنت عايش بيها، هنا الدولة. أنا أكتب الدولة باللغة الإنجليزية مثلا، أريد العلاقة السيدة أطلع لي بالخط الأحمر يعني ما يقرأها. ها العراق، أسويها كابتن لتر، شوف مشت مشت ها مشت، شوف ما وقفت عدها. لا أحد، مسمى وظيفي الحالي، تكتب مدير، مجموعة مهارات تكتب هنا، التعليم لا تضيف، إذا أنت ما تعرف لا تضيف. إذا عندك شبكة، إذا عندك على الفيسبوك، إذا عندك على تويتر، هنا صورة إليك، هنا سيرة ذاتية إليك، هنا تكتب هاي الكلمة، هاي الكلمة تكتبها هنا، أو العفو هاي الكلمة جوا بالأسفل تكتبها هنا حتى يتحققون منك، وقدم الطلب. جدا بسيطة، جدا بسيطة. خلينا نشوف هسه، نجي ونشوف بعدك وظائف. شوف هنا خل أقول لك، يعني مثلا أقول لك هنا، خل أنزل لك الصفحة حتى تقرأ زين. مثلا هنا في أدمونتون عندك وسط ألبرتا 100 وظيفة، 100 وظيفة انت وعائلتك. شوف هنا ريجينا سنتر هاي في سكشوان 340 وظيفة. يا اخي العزيز قدم، شوف هواية هواية وظائف، انت قدم، انت قدم، لا تيأس، هاي الوظائف موجودة هنا تقدر تقدم عليها في كل. شوف هنا فنيون خدمة السيارات والماكينات والشاحنات وحافلات مطلوب ميكانيكون ومصلحون، نضغط عليها. هنا نروح على هذا، يقول مطلوب خبرة في إصلاح السيارات والمحركات، تملك رخصة قيادة، يعني واحد ميكانيكي ما عنده رخصة قيادة، إكمال برنامج درجة الزمالة، امتلاك قدرة على التصرف بشكل احترافي، الاحتفاظ بسجلات دقيقة، قم بإجراء أعمال الصيانة، رفع يشترط الحصول أو ما يعادلها من الشهادة الثانوية. طبعا عندهم هنا الميكانيكي مثل الدكتور. وهاي انت تقدم على هاي الوظائف الموجودة، وان شاء الله بالخير والسلامة لك ولعائلتك ان شاء الله. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك، وهو ذلك اضعف الايمان. اتمنى لكم الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.